أخبار اليوم. في نهاية كلمتي إلى أن أوجه الشكر إلى كل من ساهم في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر المهم الذي سوف تجد نتائجه الجيدة طريقها إلى تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية شاملة ومستدامة إن شاء الله. نحاول إن احنا نديهم فرصة إن في حياة أفضل من خلال فرصة عمل أو من خلال إن احنا نساعدهم على إن هم يعملوا مثلا مشروع معين تقدر إنها تحسن لهم دخلهم في خلال فترة. ده الهدف من المشروع، وأعتقد إن احنا المشروع لحد دلوقتي معدلات تنفيذ ناجحة جدا. معالي الوزيرة بتقولي 700,000 أسرة، احنا بنستهدف 1.5 مليون، بالتالي احنا تقريبا 50%، وان شاء الله نحقق المستهدف لبرنامج الحكومه ونحقق يمكن 1.5 مليون وقد نزيد ان شاء الله. مبروك زعنا العقاب وجزاه، واحنا بنحكي حقوق المعيش آليات يا فندم، الآليات المساعدة على الاستمرارية في هذا المشروع، استمرار التمويل وتضافر كل الجهود من المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة والحكومة، وإن شاء الله يستمر، وإن شاء الله نحقق أكثر من 1.5 مليون.